السلام عليكم. اليوم نقدم لكم آخر تقرير عن الأشغال الجارية بمترو الجزائر العاصمة، واللي تخص التوسعة نتاعو باتجاه مطار الدولي هواري بومدين. إذا بدون إطالة نخليكم تتابعوا هذا التقرير الكامل والشامل عن الأشغال الجارية حاليا، وكذلك عن الآجال المتبقية لإتمام هذا المشروع الهام للجزائر. أترككم تتابعون، والسلام عليكم. حوالي 30 مترا تحت سطح الأرض نجد خلية من الكفاءات الجزائرية تصل النهار بالليل لتجسيد مشروع توسعة مترو الجزائر. الجزائر إلى المحطة المسمات محطة بوليو المتواجدة في دائرة الحراش، وهنا النفق نقدر نقوله محفور حوالي 7 كيلومتر من محطة بوليو حتى محطة المطار الدولي. وين نقدر نقولوا حتى المحطات كفاءات جزائرية 100%. عندنا حوالي 85 مهندس جزائري هم المشرفين، هم اللي يتابعوا إنجاز المحطات وإنجاز النفق. نحن متواجدون هنا على مستوى غرفة تحكم الآلة العملاقة تيبيام، والتي تعمل بتقنية جد متطورة والتي ساهمت في نسبة عالية من تقدم هذا المشروع.
تعمل بتقنية جد متطورة وبدقة عالية جدا، وهي معمول بها عالميا. النفق هنا رانا حافرين حوالي 70% من مدة الإنجاز، ونقدروا نقدروا نقولوا عندنا 6 محطات اللي راهم واجدين، نقدروا نقولوا عندنا 95% من إنجاز المحطات. هنا وين رايحين حوالي أسبوع القادم نبداو في إنجاز ما تبقى من النفق، حفر النفق، نروحوا من محطة بوليو حتى المحطة اللي راهي جاية، هي محطة البوليو يونيفرسيتي متواجدة في وين مدرسة الهندسة المعمارية. رانا هنا في محطة هواري بومدين، المحطة الأخيرة تاع خط هواري بومدين الحراش وسط. هذه المحطة تعتبر محطة استراتيجية بالنظر لتواجدها في مطار الجزائر هواري بومدين. هذه المحطة تحتوي على 3 منافذ أو مخارج. نسبة تقدم هذه المحطة قد بلغت 95% هندسة مدنية زائد أشغال تهيئة الخارجية، ونحن الآن بصدد تهيئة الخارجية للمحطة. حاجة مليحة على كل حال، بس احنا نستناوها بزاف، سورتو اللي يخدموا في المطار واللي يخدموا في ابروكسيميتي تاع الدار البيضاء بلس ومنها تزيد تنقص بزاف الضغط على الـ على الـ على الاكتظاظ تاع المركبات، وحاجه منيحه وان شاء الله تكون اكثر. بيان سور مليح، باسكو هذوك راهو حابس في باش جراح ولا حابس في الحراش محطه، بيان سور كيكمل يولي حاكم الجي من الشرق تاعها الوسط تاعها، فهمتني؟ اسمها مليح بالبزاف، مش كي راه حابس في الحراش. باغ اكزومبل دوك انا ليا بالنسبه ليا كنروح، عندي شغالات في الجزائر شرق باب الزوار ولا اخر، نروح في المترو احسن. مترو